اسمعكم رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جينا ليليكس. معكم عدو جيم. اليوم نتكلم عن علي بي تيبلز وراح نبدأ نشتغل شغل طيب. يعني ما دام قلت شغل طيب يعني اجهزتكم تبي تخرب، اوكي؟ يعني بخرب عليكم الاجهزة. لذلك يفترض انك تشتغل على الجهاز وهمي على جهاز جنبك، اوكي؟ جهاز يعني تحطه جنبك. ليش؟ عدة اسباب، اوكي؟ السبب الاول هو انه ممكن انك تدخل اي بي تيبلز ومدري ايش ثم تنسى وتقعد تشتغل على النت ومدري تشوف انه في حاجات صايره غلط ومدري وش وجل ما لا يسهو، اوكي؟ طبعا انت عارف انه لو عدت تشغيل مثل ما قلت لك قبل راح يمسح كل شيء مؤقتا الا اذا كنت تحافظه، اوكي؟ فمن باب انه تجنب الموضوع هذا حق الحرب ايش نجيب جهاز ثاني. الشغل الثاني انه لما يكون جنبك جهاز ثاني تقدر تختبر اتصال هنا، اوكي؟ تعطي بينج هنا وتزين هنا، اوكي؟ هذه ميزة اللي يكون جنبك جهاز ثاني او يكون جنبك جهاز وهمي ايا كان. جهاز وهمي اللي هو جهاز داخل الجهاز. ايضا الجهاز الوهمي ممكن يعطيك شغلة جديدة وجميلة جدا، ممكن تكون جديدة عليك ممكن تكون قديمة عليك، ما ادري يعني جديدة عليك قديمة عليك، اوكي؟ ما ادري اللي هي. ممكن تحط كروت شبكة زيادة، يعني ممكن تحط كرتين شبكة بالجهاز، اوكي؟ ثم تبدا تتحكم بالشبكة عندك، فممكن توصل جهازين من بعض ثم تبدا تلعب بهم ويكون عندك سيرفر وهمي يعني يصير في شغل طيب صراحة. لذلك انا بيكم الحين تسوون اجهزه وهميه قبلكم تلعبون، اوكي؟ اي توزيع تبي سوي اي توزيع تبي. انا استخدمت ديبيان، اقول لكم ليش ديبيان، لانه عشان انا مستقر واحب استخدم كسيرفر استخدم ديبيان. لذلك جبت نظام وهمي اللي هو ديبيان وشغلته هنا، اوكي؟ فاول شيء بسويه اني اقوم وافتح الطرفيه وافتح التيرمينال هنا. طبعا لو كنت تستخدم النظام الوهمي تاكد من انك تدخل على خيارات اللي هو الشبكه وتحط، يعني خليني اوريكم شلون. من هو معه منا سبير ديفايسز ثم نروح للنتورك، اوكي؟ ثم نتورك سيتنجز، اوكي؟ تاكد بانك حاطين بريدج ادابتر، اوكي؟ عشان تاخذ اي بي ضمن نطاق المودم اللي متصل به او الراوتر اللي متصل به ان كان. انا استخدم بريدج ادابتر، ولاحظ اني حطيت اثنتين ادابترز عشان بس اوريكم مثال. فممكن من هنا تحط كيبل كونكتد توصل الجهاز على زي ما تقول كرتين شبكه. طبعا انا ما بيتصل هنا، ابي يتصل هنا فقط بالوقت الحالي، اوكي؟ لو جيت هنا وكتبت اسبن اف كونفيج، اوكي؟ راح الاحظ عندي انه في عندي كرتين شبكه، ايثرنت صفر وايثرنت واحد. ايوه طيب انا بشتغل على واحد الحين، اوكي؟ لذلك راح نستخدم هذا الاي بي كاي بي سيرفر. فبالسلسله القادمه بيكون الاي بي سيرفر عندنا اللي هو 7، اللي هو اخر شيء 7، هذا اي بي سيرفر حقنا. طيب اليوم ايش بتعلم ان شاء الله؟ بتعلم الاساسيات اللي لازم تكون موجوده بجدار الحمايه علشان يشتغل بشكل صحيح، اوكي؟ انت عارف جدار الحمايه لو قفلته ما بيشتغل بشكل صحيح، اوكي؟ او نظامك كله عم بكرته بيه بيصير فيه اخطاء. لذلك في اشياء اساسيه او منافذ اساسيه لازم تكون تشتغل. طيب خلونا اول شيء ندخل عن طريق السكيور شيل على التوزيع اللي كنا قبل شوي كنا عليه اس اس اتش روت 192.168.1.7، اوكي؟ اوكي. طيب دخل الحين على ديبيان وانا موجود على ديبيان وعادي جدا راح اكتب اي بي تيبلز ال وراح يطلع لي انه ما في شيء. طيب هذا الشيء الافتراضي للمستخدم العادي، ولكن كسيرفر او كطقطقه او من باب التعلم احنا ممكن ان نسوي شغلات جميله جدا تخص اللي هو لا اله الا الله وشو جدار الحمايه انه يكون مضبوط صح. ففي عندنا بورتات اساسيه راح نفتحها اليوم ونشوف كيف نقدر او كيف نفهم البورتات بشكل صحيح. طيب البورتات الاساسيه لازم تكون موجوده اللي هي الدي ان اس والاف تي بي والان تي بي والسكيور شيل والاس ام تي بي والاتش تي تي بي اتش تي بي اس والهو از، اوكي؟ طبعا كتب من عندي هنا ولا كان انسى. طيب ايش موضوعا الدي ان اس اللي هو راح يسوي زي ما تقول ريسولف، اوكي؟ بحيث انه يربط لك الاي بي مع اسم الموقع. فعلى سبيل المثال لو كان الدي ان اس مقفل عندك وكتبت جوجل دوت كوم ما بتقدر تدخل، لكن لو كتبت الاي بي حق جوجل تقدر تدخل. فلازم يكون مفتوح الدي ان اس. الاف تي بي اذا كنت تستخدم اف تي بي سيرفر، اذا ما عندك اف تي بي سيرفر ببلاش، اوكي؟ ان تي بي اذا كنت تستخدم اللي يسمى نتورك تايم بروتوكول، اوكي؟ اللي هو خاص بضبط النظام على الشبكه، اوكي؟ في عندك السكيور شيل اللي هو دخلت عليه قبل شوي اس اس اتش اذا كان نظامك مسموح له بالاتصال بالجهه الثانيه او الجهه الثانيه تتصل به، اوكي؟ لذلك افتحه. عندك اللي هو اس ام تي بي اذا كنت سيرفر ويب وعليها زي ما تقول شو اسمه لا اله الا الله خادم بريد، فهذا خادم البريد بيكون اس ام تي بي يكون مفتوح لو كنت عندك خادم بريد. طبعا في عندك الاتش تي تي بي، والاتش تي تي بي اس عباره عن زي ما تقول اليو ار الز او البروتوكولات حقات التصفح على الانترنت، اوكي؟ فالاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس 1.80.80.443، اوكي؟ راح نشوف شو اسمه كل شيء. وفي عندك الهو از بالاخير اذا كنت تستخدم الامر هذا، طبعا ممكن الناس تستخدمه، هذا خاص بالبحث عن الدومينات. لذلك اذا ما تستخدمه احذفه مو بلازم.
كل اللي قلته قبل شوي قد لا يعني لك شيء، يمكن الدي ان اس فقط والاتش تي بي اتش تي بي اس. ماشي ماشي. طيب خلينا نكتب اي بي تيبلز الحين ونسوي ال اوكي، يعني ما في شيء. طيب وش بنسوي الحين؟ راح نسوي دروب. لما نسوي دروب وش بيصير؟ راح تشوف الحين معك. لو كتبت اي بي تيبلز، اي بي تيبلز ثم سويت بي انبوت دروب، بيقطع الاتصال وبقعد اطقطق. لاحظ ليش؟ لان الديبيان الحين رفضت اتصالي هنا، لذلك انا قلت لك خلوا عندكم نظام وهمي. فلازم نجي هنا بالنظام الوهمي، ندخل بالروت اوكي، ثم نكتب اي بي تيبلز، نشوف البلاوي اللي احنا سويناها هنا. اي بي تيبلز ال، لاحظ انه سوينا دروب هنا. خلنا بفتحه وبعدين اروح اضبط هناك. اي بي تيبلز بي انبوت اكسبت اوكي، من باب المثال فقط. طبعا بتلاحظ الحين انه كل شيء رجع طبيعي. شوي بس يقومون يفتح لي. طب تفتح ها ها ديرو يلا يا شيخ. طبعا بالعاده يتاخر احيانا على طول يفتح احيانا ما يفتح. طيب مو مشكله، خلينا نسوي خروج من هنا، ندخل مره ثانيه. طبعا هنا راح نقدر ندخل بعد شوي بيفتح نداري ها فتح. طيب راح نرجع لذلك تاكد انه مفتوح البورت حق السكيور شل اذا كنت تستخدم السيرفر. لذلك راح نسوي بكل بساطه شديده، راح نتعرف على البورتات اول. خلونا نتعرف على البورتات احسن اوكي. وين البورتات؟ كيف اعرف رقم المنفذ معين؟ اذا اكتب اي تي سي كات اي تي سي سيرفيسز انتر، هذا فيه كل الخدمات وكل البورتات اللي تبي او كل البورتات اللي على بالك. فهنا في كل بورتات، كل شيء كل شيء تقريبا، يعني كل الموجود على الجهاز. فاذا عشان معليش عشان تريح موضوع راسك، حط العلامه هذه اللي في الشخطه اللي ما ادري ايش اسمها، جريب اس اس اتش اوكي. هذا راح يجيب لك الاس اس اتش، الاس اس اتش راح يعطيك المنفذ حقه ويعطيك البروتوكول حقه اوكي اوكي. هذا هو. طبعا راح نستخدم تي سي بي 22. كيف نقدر نفتح المنفذ هذا؟ عرفنا انه 22. طبعا ترى نقدر نكتب اس اس اتش، بس المنافذ تحفظهن احسن لك. طيب اي بي تيبلز ابند الحاق اوكي انبوت، ثم نكتب تي سي بي ثم ديستنيشن بورت 22، ثم نقول له اس اكسبت اوكي اوكي. اي بي تيبلز الان صار اكسبت صح؟ صح. لو عدت الكره الحين وسويت دروب هنا، راح لاحظ انه ما زال يشتغل. ليش؟ لانه مسموح لي حتى وانا مسوي دروب لهذا اني ادخل عن طريق شو اسمه السكيور شيل. هنا في دروب اوكي اوكي، في دروب يعني ما بقدر ادخل. ماشي ماشي، هذه شغله. الشغله الثانيه اللي هي الاف تي بي، راح نجي نسوي نفس القصه. لو حابين نفتح الاف تي بي، طبعا لو ما تبي تفتحه كيفك، مو بلازم تفتحه بالطقاق، بس انا اعلمك انه اذا بتفتح الاف تي بي، الاف تي بي رقم 20، فاللي عليك تسوي في 20 21، وفيه اللي هو درس قادم سوف اتكلم عنه اللي هو يسمى باسيف اف تي بي اوكي، بس مو بالحين اوكي. طيب خلونا نقوم ندخل البورت الثاني اللي نبيه اللي هو البورت 21، وراح ندخل بورت 80 لو حق الاتش تي بي، وراح ندخل بورت ايش بعد 80، راح ندخل بورت 443. طبعا هذا كان عندك اتش تي بي اس. راح ندخل صراحه ما حفظت البورت هذا، خلونا نبحث عنهم. جريب ان تي بي ان تي بي اوكي. الان تي بي يستخدم 123، طبعا افتح 123 اوكي، وراح نجي نفتح اللي هو 53 اعتقد اللي هو دي ان اس اوكي. وش بقى؟ ما راح افتح اللي هو از، لكن لو تفتح اللي هو از اذا كنت تستخدم هو از ممكن تفتحه من هنا. اللي هو از اللي هو 43. الان اسوي اي بي تيبلز ال، لاحظ البورتات اللي عندنا مفتوحه، يجينك هنا نبعد هذه شوي اوكي. لاحظ انه اعطاك اس اس اتش اف تي بي اتش تي بي اتش تي بي اتش تي بي اس ان تي بي دومين، الدومين اللي هو 53. طبعا انتم عارفين انه بكل بساطه نقدر نحط ناقص ان عشان نطلع ارقام، ها زي ما احنا تعلمنا بالدرس اللي راح. تعلمنا بالدرس هذا انه في اي بيات او عفوا في البورتات لازم تكون مفتوحه اوكي على الانبوت. اذا كان السيرفر حق يقدم الخدمات ذي لازم نحط الانبوت. طبعا اذا بتحطه بالاوتبوت اوكي بكيفك، لكن بالاوتبوت اذا كان عندك مستخدمين كثيرين وحاب تحصرهم وشغلات زي كذا. ولكن الحين بتكلم عن سيرفر واتصالات داخل على السيرفر ومستخدم واحد يستخدم السيرفر هذا فقط. نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. هذا اطول درس سويته بالاي بي تيبلز، معليش لازم نتعرف على الشغلات ذي. نشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، مع السلامه.